يعني بعيدا عن النائب العام ورئيسة القضاء، هي قضية التمديد لبعثة اليونيثامس لمدة عام قادم بدعوى أن مهام البعثة تنتهي في يونيو المقبل. وربما استغرب البعض من التوقيت يعني والتبكير، وايضا استغرب البعض من ان بعثه اليونيثامس يعني لم يكتمل وصولها الا في شهر فبراير الماضي، وما زال رئيسها حديث عهد بالسودان. هل هناك كانت فعلا دواعي؟ هل هي يعني اقصد هل هذا العمل روتيني في رايكم ام وراء لكمه ما وراءها؟ طبعا طبعا هو ده يتفق تماما مع قلت انه هذه الامور تدار من الخارج. ومنذ البدايه نحن قلنا، وكثير من الناس اللي بيعرفوا العلاقات الدوليه واللي بيعرفوا طبيعه عمل بعثات الامم المتحده كانوا يشيرون ان هذه البعثه اتت لتبقى وليس لتسهب، بدليل انه الامم المتحده عندها نفذت عمليات حفظ السلام او عمليات لبعثات في 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 دول مختلفه، حتى الان 27 بعثه من هذا النوع يعني. لم تخرج الامم المتحده من اي دوله الا في حاله او حالتين. يعني الامم المتحده عندما تاتي تضع يدها على الدوله وتكون لها الولايه الكامله على الدوله المعنيه. تتحكم في مفاصل السلطه في الدوله، تتدخل في كل شيء، كما ظهر من رئيس البعثه في جولاته الحاليه، حتى تدخل في موضوع النفايات في 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 ولايه الخرطوم وغيره. فهذا القرار الطبيعي ان السودان يطلب من الامم المتحده انهاء اجل البعثه في السودان، باعتبار انه الاوضاع استغرت، تم تحقيق السلام، ولا توجد حرب الان في السودان. الان الامور كلها تتجه الى توافق داخل مكونات الحكم وليس بالضروره توافق مع المعارضين، وان السلطه بسطت سيطرتها بالكامل على البلاد. الطبيعي ان تطلب الدوله التي توجد بها البعثه من الامم المتحده ان تسحب بعثتها، ولكن لم نسمع ابدا لم نسمع ان دوله ما هي التي مددت لبقاء البعثه. في الغالب يعني الامم المتحده بيجتمع مجلس الامن نتيجة لمشاورات قد تكون مع الدولة قد لا تكون مع الدولة، قد يفرض على الدولة، ومجلس الأمن يصدر قرار بتمديد بعثة الأمم المتحدة في الدولة الفلانية لمدة عام. ده الطبيعي القاعد يحصل. ولكن غريب أنه نحن بأيدينا نطلب من الأمم المتحدة أن تبقي حذائها الغليظ فوق رقابنا. يعني دي حاجة غريبة، ودي تدل دلالة كافية أنه بيحكمون مجموعة من العملاء من الأجراء في الخارج يمررون هذه الأجندة. طيب ليه الأمم المتحدة عايزة تبقى، وليه تم طباخة هذا القرار حتى يعني الموعد نفسه لم يأتي بعد، يعني باقي له لسه أيام. الشيء الواضح أنه بعثة الأمم المتحدة الآن عندها دور كبير في ترتيب وضع السودان الذي يريدون. يعني السودان الآن في تغييره للقوانين، تغييره للدستور، هيكل السلطة الموجودة الآن، الإجراءات التمت في الاقتصاد، الانصياع الكامل لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الإذعان لكل المرادات الغربية الآن في السودان. الأمم المتحدة جزء من هذا النسيج، سيداو والاتفاقيات الدولية المختلفة التي يصدر بها قانون كل يوم من وزارة العدل، كل هذه الاشتراطات وكل هذه الأمور التي تجري ويتم ترتيب لها بواسطة الخبراء الأجانب الموجودين في الخرطوم، واضح الدور الذي تقوم به البعثة. فلذلك البعثة هي المندوب السامي، هي الحاكم الفعلي الآن في السودان. فمن الطبيعي جدا أن الذين ينفذون يتخذون مثل هذه الإجراءات، ومثل هذه الإجراءات لأن لديهم قابلية كاملة للاستعمار وقابلية للاستحمار أيضا، لأنه مثل هذا القرار لا يمكن أن يصدر من وطني سوي، ولا يمكن أن يصدر من مجلس سيادة أو مجلس أمن ودفاع في عسكريين يدافعون عن بلدهم. وقاية العسكريين والنظامين هي حماية ترابهم الوطني، حمايته من الاختراقات، حمايته من الوجود الأجنبي. فكيف مجلس الدفاع الوطني في رمزية هذا الاسم، اسم مجلس الدفاع الوطني، يوافق على تمديد بعثة أجنبية خارجية سواء كان من الأمم المتحدة أو غيرها تكون موجودة وتتحكم في القرار الوطني؟ هذا شيء معيب، هذا شيء مخجل، ولا يتصور أحد يعني في السودان كان أن السودان يصل إلى هذا الدرك الأسفل من الوضاعة السياسية والدرك الأسفل من العمل الخياني. نعم، دعني أنقل لك سؤال أحد المشاهدين الآن مبارك محمد، بيقول لك
لماذا لا يجعلوا الانتخابات هي الحل يعني بدل ما يذهب يمشوا لليونان تامس ويعملوا كل الإجراءات دي كلها؟ طيب ما نحن ذكرنا إنه تركيبة الحكم الموجودة الآن هي من فتافيت أحزاب، يعني أحزاب صغيرة ما عندها شعبية لم تختبر، يعني مثلا حزب البعث والمؤتمر السوداني الفرض سيطرتهم الآن موجودين في تاريخهم ما فازوا في نص دائرة، مش دائرة واحدة ولا في أي انتخابات، ولم يشتركوا في أي برلمان، في أي برلمان كان ولا على مستوى المحليات والمجالس المحلية. هذه أحزاب منبتة ما عندها شعبية، وجدت فرصة بمساعدة العسكريين للسيطرة على البلاد. كذلك العسكريين الآن ما عندهم خلفية غير البندقية، سيطروا على الأوضاع. هؤلاء جميعا لا يمكن أن يذهبوا للانتخابات، وما يتحقق الآن حتى الغربيين ما تسمع الكلام اللي يدور في الغرب واشتراطات الانتخابات، حتى الغربيين أنفسهم يريدوا مثل هذا النوع من الأنظمة، لأنه ما يتحقق الآن لن تستطيع القوى الغربية الاستعمارية أن تحققه حتى في زمن الاستعمار، أن يخرب السودانيين بيوتهم بأيديهم، أن يخرب السودانيين أخلاقهم بأيديهم، أن يفتح السودانيين الأبواب لمصراعيها على كل الأفكار الوافدة، أن 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 يتم استلاب العقل السوداني واستلاب الوجدان السوداني والأخلاق السودانية بهذه الكيفية. الاستعمار نفسه لم يستطع عليها، لكن عندما يأتي أبناء السودان ليفعلوا ذلك فهم أحرص على بقاء هؤلاء في السلطة، فلذلك لن نحلم بانتخابات لأنهم لا يؤمنوا بانتخابات. الأحزاب المسيطرة أيضا أحزاب غير ديمقراطية، يعني ما سمعنا بأحزاب البعث المختلفة ولا الحزب الشيوعي ولا الأحزاب اليسارية الموجودة أنها أحزاب ديمقراطية. هي أحزاب لا تؤمن بالديمقراطية داخل تنظيماتها ولا في تجربتها التاريخية، سواء كان حكمت في السودان ولا غير السودان، ولا الأحزاب الشيوعية حكمت في مناطق مختلفة في العالم أنها كانت ديمقراطية. فلذلك الديمقراطية تعني شهادة وفاة لهذه الأحزاب، الانتخابات تعني شهادة وفاة لهذه الأحزاب، وكذلك تعني ذهاب القادة العسكريين الموجودين الآن، لأنه بلا تجربة بلا خبرة بلا كفاءة بلا وطنية، فلذلك لن يكون هنالك أحد يعني فيه ذرة من الحرص على الانتخابات. كل ما يقال هو لعب على الدقون وهو محاولة لاستهبال السياسي، وأنا أعتقد أنه هذا المنهج هو منهج سيمضي وسيكون موجود، ويحاولوا يعملوا له المبررات كل فترة، وحتى استبطاء يعني بعض الحركات منها توقع منه الحركات توقع من فترة لفترة، هو لتمديد الفترة الانتقالية. فسيتم تمديد الفترة الانتقالية ولن تكون هنالك انتخابات. نعم.